خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كنحيي الجميع، كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خاصه متتبعي قناه بشير العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، ودائما كنرحب المتتبعين لنا الجدد، هما كنقول لهم مرحبا بكم القناه ديالكم. بحال دائما اخوتي، واحد التحيه لجميع المغاربه في العالم، في ما كاين شي مغربي انا كنقدم له التحيه من المنبر، وخاصه جميع المتابعات والمتابعين ديالنا، كل واحد باسمه وكل واحد باسمه. راكم نتوما هما كلشي هاد القناة هادي، راه كنشكركم دائما بالقلب الخالص، وعلى أن ديك الكلمة اللي كتكتبوا سبحان الله العظيم هما اللي كيخلوني فرحان وراش قالي، وكنبقى ديما نقدمكم. وهادشي اللي ربحت أنا هي ديك الدعاوى وديك الكلام الطيب وديك الكلمات لا تقدر بثمن. كنشكركم وكنشكركم بزاف على ديك الكلمة اللي كتكتبوا، والله القاسم من القلب ديالي الخالص كنقولها. اليوم أخوتي عند كل موعد واحد القصة عاوتاني. حنا دائما كنعاد القصص دائما كنقولها لكم هنا، أول وأخيرا هي التوعية والتوضيح، وثانيا الاسباب والنتيجه اللي كتخليها المخدرات والاثار اللي كيبقى للانسان كان مدمن او كيتاجر فيها. دائما الطريق للمخدرات طريق حلا فيها الدمار الشامل، وانا دائما كنختار قصص اللي هما واقعيين حقيقيين، ولو اني بعض الاحيان ما كنسميش او كنغير الاسماء وبعض الاماكن باش يبقى شي حاجه ما عارفين. اخوتي راه كاين الناس اللي باقيين عايشين، وكاين اللي باقيين عندهم والديهم، وكاين اللي عارفين كنجتنبوا حنا كل المصائب والمشاكل، فغتعرفوا الامور. ولما نتكلم على واحد الشخص غنبدا من بابا اللي كان بحري، باباه كان بحري هنايا في طنجة، بحري كيخرج البحر، وكان مدمن وكان فلس، وكان معروف تا هو كيجي يريح في الجوطية، وكان واحد الإنسان كنقولو سكايري الله يعفو عليه وماس الله يرحمه، هنايا كنوضحو الأمور. وفي نفس الوقت العواقب ديال الآباء وديال الوالدين اللي كيكونو عاوتاني تا هما مشرملين وتا هما ضاربين كلشي في الزيرو، الأثر ديالهم كيخرج في ولادهم، كيخرج ولادهم عاوتاني كنبر الرص والاجرام خسر منهم. مثلا كانوا هما مبليين غير كيفسدوا اولادي، كيخرجوا ولادهم كيكريسي وتعرضوا على ديك الخليه، كتكون ديك الخلايا سبحان الله العظيم. وهاد البحري هذا كان كيخدم في البحر، وتعرف ملي كيكون دابا الشرقي ولا الريح بالمناكب كيخرجوا شي، كان كيجي ريح في الجوطيه، كي ريح القهوه السويسو، عبد الخالق السويسو الله يرحمه، ديك القهوه صغيره في الجوطيه كيجي ريح تما، وكان مفسد بالمعنى الكلمه، بالمعنى الكلمه السكره فهمتيني. المهم العلاقه الشرعيه في حتى الامور ديال مع البنات مع الرجال، الامور داكشي خطير ما كاينش نوضع، وفي الناس وما كيعرف حتى شي حاجه، ما كيعرف الله، ما كيعرف العبد، والدين ملة وسفاها واحد الكارثه زعما. وعلى دارش مع في الدين كيبقى يسبل في الدين ويسبل في الله يحفظ في كل حاجه، ما سبحان الله العظيم واحد الطغيان ما تصورش يا اخي. وكان كيمشي مع الرجال، كيمشي مع الحرف الام بزاف، جيبوا لك القواد الغالي وجيبوا القواد الفقانيه ويمشي لهنايا ودي لهنايا، والفرق اللي كيدبر كيخسروا في هاد الاماكن وعلى هاد الشيء هذا، وولادو صغارين ولا مراته ولا ما كاين حتى شي حاجه، يدين ملي كتجي موراه مراته الجوطيه عند شي مراري كيزبل فيها، وما ديك الحالات كتقول الامور يعني كنبغيش نقول ديك الاسره اللي كتكون مفككه، يعني السبب ديالها هو الشراب والخمر، والانسان كيكون سبب الاب كيكون سكيري، هذه كانت مصيبه عظمى. اما راه كان في مفسد ودخل في المخدرات وزاد ديال الامور، صافي الاسره ساعات تكون كيف يكونوا ولادهم. المهم دارت ليا قطعوا له رجلو، شو سبحان الله العظيم قطعوا له رجلو، ناض شي مرت فيها ولات قطعوا له رجلو، وهذا انا ما كنبغيش نقول خلاص ضل الله غادي داكشي بيناتهم، غير كنوضح كانت قطع له رجلو، بقات الامور ديالو عايده. هنايا ولادو كانوا باقي صغارين تا هما خرجوا من الدرايم، كانوا عنده واحد جوج بنات هذوك مع مدته مع صافي حتى كانت الامور، ولكن كان عنده واحد ولد اخر، واحد الولد كان واحد صغير واحد كبيبر، هذا كبيبر كان مسمي علي ولد البحري، هذا علي هذا كبر خرج مجرم توسخ حتى دابا وخرج مفسد وخرج عاديه توسخ، هذا هو الاثر اللي خلى الشخص هذا، وخاصه ملي تدخل في العالم المخدرات والحباسات والاجرام، الكارثه عظمه. وحنا كنوصحوا هادشي هذا وكنقولوا هي من اجل التوعيه والتوضيح، وكنزيدوا نقدموا واحد الرساله حتى للاباء، ماشي حتى للابناء، حتى للاباء والوالدين، راه كنتو نتوما يعني ما فيكم يتشارى حتى ولادكم كيطلعوا ما فيهم يتشارى، لان كلشي من الاساس من الاسره وخاصه من الاب والام، الا كانت التربيه مفسوده راه حتى الاباء كيطلعوا مفسودين، وهذه هي الامور اللي هي خطيره، لان بعض الاسر كيكونوا هما السبب اللي كيفرخوا لنا وكيكونوا لنا المجرمين اللي كيخرجوا العالم افلاس ما عارف الامور. لكن خلينا ندخلوا اخوتي باش نوضحوا بعض الامور. والقصه ديالنا دائما لا عجبتكم شي حاجه ما تبغلوش يعملوا ابوني وتفكروا تشتركوا دائما وصلكم الجديد، ولايك لايكو جوج مو بارطاجي اخوتي، وتفرجوا القصص الاخير ودعموا اخوتي هذه القناه، راه القناه راه ديالكم. مع العلم انا بعض الاحيان كنت نقول لك راه كيجوني التهديدات كيهددني بعد بنادم ما كنعرفش علاش، خاصه ملي هضرت على
داك الجرائم والعصابات ديال مجموعة الخير بدا كيجوني بعض التهديدات وبعض الامور اخرين. يعني انا ما كنتسوقش وهدد مع راسك من اللي بغيتي، انا نطح راسك حتى ما لحقتهاش، بلا كنخاف، كنخاف من الله سبحانه وتعالى، وكنخاف الانسان اللي كنظلمو المظلوم فقط، اما شي حاجه من اللي بغيتي. ولكن انا قلت بالاجراءات ديالي قدمت بعض المعلومات بعض الشكايات ديالي او الشرطه، وهذه باش واقع لي شي حاجه. راه بزاف ديال الامور اللي مضحه، وكاين بعض البشر ما كنعرفهم هيك خاصني نبحث عليهم فقط. ولكن انا كنقول لكم اولا واخيرا راه ما كنخافش، كنخاف من الله سبحانه وتعالى، وعمل اللي قديتي تعملو عملو، مع العلم ان ما كنادي تواعد، ما كنديم تحد، حياتي كامله تربيتها ملي خلقت من دابا كنعرف راسي، ما عمري ديت شي حاجه لشي واحد، ما عمري سرقت، وما عمري غدرت، وما عمري مشيت في شي واحد في الطريق ماشي مزيانه. دائما تربينا الحمد لله، راسنا عالين محبوبين مشكورين عزازين عند الناس، والناس عندنا عزازين، كنتعاملوا كل ما يرضي الله من اللي خلقنا. وخا اننا ماشي ملائكه عصينا الله من البسطيه سكرنا ضرايب كحكي، ولكن داكشي دراسنا ما ادينا شي واحد اخر، ما عملنا حتى شي حاجه مع شي واحد اللي عند الله. الحمد لله فين ما مشينا راسنا مرفوع، وخا دابا نضرب شي ما كنشوف شي، وكاخر من الزنقه وكاخر براسي عالي مقبول محبوب. هذه هي اللي ربحت في الدنيا، واللي ما عمل شي حاجه يعملها، وهذه خصنا نقولها على الاطاله. اخوتي قلنا قصه ذات الشخص هذا اللي هو البحري اللي قطعوا له رجلو، ما بقى لا بحر لا والو، ديك العالم ديال الافلاس اللي كان كيمشي فيه صافي رجع محقور، الدار ديالو الاسره ديالو مفكه، كلشي طاش ما كان عنده فيه عمل شي دار، المشاكل صايب قمسيه، بقى مسيه بهايداك حتى بقى كيسعى، والله الا بقى كيسعى ورجع كوليسادو كيشرب غير الكول، بقى مسيه بلا ابناء لا حتى شي حاجه، لان هو هاد الدم الاسره ديالو، هاد الدم هادو بصح، لان علاش مشى في الايام اللي كانوا عنده ولادو صغارين وخدام وراسو الاسره، كان زعما هو مفرعان وطاغي وكذا الامور ديالو. حنا كنقولوا حتى شي حاجه الله يحسن لهم، بقى هذاك حتى شي نواف في الحميه شي خرب بالكور ديك الكوريسادو تنعرف الامور. الشخص هذا معروف كان ديما صاحب الكور، كيجي السوق برا بالعكاكيز كيعرف هادو كيزبل ويمين واحد الكارثه. المهم اللي غنوضحو هو واحد ابنه اللي مسمي علي، انا هضر على علي، علي هو مسمي علي، علي علي ولد البحري. هاد علي هذا كبير في الزنقه تا هو عاوتاني سيلسيون السعاية السرقة الطريق اللي هي مقودة مشى فيها الدرايم بالصغر ديالو زعما عارف الأمور. ولكن ملي كبر ودخل في السن ديال المراهقة وصل لك 15 16 عام، شنو بدا كيعمل؟ بدا كيسرق الدكشليتات، هادي هي الحرفة الأولانية اللي عاد يعمل. عام بنادم كيعرف شي دراري ولا على شي ورطة على شي ورطة كيهرب له الدكشليتا، كيهرب الدكشليتا كيجي عند واحد الخانة كانت جوطية وكيبيعها له، كيبيعها له. المهم بقات هذه هي الامور ديالو، بدا كيفتش على يعني البيكليتات، كيمشي كيدور الزنقه الزنقه الحومه الحومه، ربما يطلع تيتوار، ربما يطلع الازايله، ربما يسافر بعض الاماكن باش لازم شي بيكليتا مطرفه كيسرقها وكيجيبها وكيجيبها. المهم بقات الامور ديالو عايده دائما فين كاين شي بيكليتا كيسرقها وكيجيبها. شوف سبحان الله العظيم، هذه صبر الطريق هذا، وداك الشيء اللي كيمشيو له فين كيمشيو له؟ كيمشيو له باسطيه السيليسيون، حتى هو باقي في العين وبدا حتى هو كيسكر، حتى هو الدرايم ودرا بنادم، انت كتعرف صافي، لان من هاد الخشيبه من داك الشيء من هاد الشجره من داك العريق اللي كيقولوا داك المثال. المهم بقات الامور ديالو هيدا، حتى عندي واحد المره عيط له الحبس، وعيط له الحبس باقي قاصر، يعني عيط له البيبي يعني الضيافه ديال البيبي ديال القاصر ديال الاحداث. المهم ملي يدخل داك البيبي او داك الضيافه خاصه تتفيلاج هذيك الضيافه، داك الشاب اللي كيخلع هذيك بنادم اللي تما، تمنى تدخل مع الشراب مع بنادم كبير، ما تدخلش مع الطبقه ديال الاحداث ديال المراهقين. يعني كيقولوا الضيافه ديال بيبي يا شي باشا عرفتي كتعرف العمل، الله يحسن العون والسلامه. انا شفنا هادشي هذا بعينا، ماشي انا كيقول لهم بنادم، شفنا هادشي هذا بعينا، يعني بنادم كيفاش عامل سبحان الله العظيم، وباقي في السير ممكن 16 عام 15 عام 17 عام، يعني بنادم كيخلع يا خي اللي مقطع اللي كذا واحد الروينه، وعاد ما عندكش ما تهضر مع هادو، ماشي بنادم كبير ولا هادي، ملي تدخل لهنايا يوقعوا له شي مشاكل تما والروينه والدبزات وهادي، وكان عاد قطعت واحد تزرع تجرح من الوجه ديالو في وسط هاد الشامبري هذا ديال بيبي. ومع ذلك عاد يخرج من الحبس، عاد يضرب العقوبه ديالو، عاد يضرب ديك عمد الحبس اللي عاد يضرب وعاد يخرج. ملي عاد يخرج هنايا بقى كيدور كيدور، حتى شي نهار عاد اتصل مع داك الشخص اللي ضربو في وسط الشامبري ديال بيبي وضربو لوجهو. المهم شحال من عداوه كترجع اصدقاء، هادي كنعرفوها، وشحال من صداقه ترجع عداوه. هذا الشخص اللي ضربو عرجعو صحاب مع بعضيتهم، تلقى ضربتيني ما عرفتيني دير بزاف دينو من لا مع بعضهم، المهم عرجعو صحاب عاد يتصاحبو مع بعضيتهم. وكان في العمر ديال ديك الساعه اللي صافي دخلوا في 18 عام وربما 19 عام، بداو كيكبروا مع بعضيتهم، قالوا لهم غدا وغيدخلوا غيبدلوا السرقه ديالهم. بعد ما كانوا كيسرقوا البكليتات، يا خويا كان كيسرق البكليتات،
ويقول كان كيسرق الامور ديالو فشي شكل عندهم مثلا نتايروا هادي. المهم دابا عندي سرقوا المواطن، شو دابا عندي سرقوا المواطن فهمتيني. وهادشي هذا كنقول لكم انا غير داك الاوائل ديال 2000 2001 دا كيسرقوا المواطن تما كان شي سكوتور ولا شي موطور شي قات ولا هادي. اولا بنادم راكب عليه، شو دابا الامور كيكون دابا يا خو راكب وواقف هيدا او شي حاجه او شي يارلو شي واحد شي حاجه وقف يقدر يدفعوه ويهول على شي حاجه نر راسو يديو له الموطور ويهربوا جوج بيهم دائما. وعندهم الشاري اللي كيجري، دابا المشكله كاين الشاري اللي كيجري غير جيب اللي بغيتي. المهم هادي هي الحرفه ديالهم. وهما ماشيين كدا بعض المرات كيكون عندهم شي موطور واخا مسروق عندهم كيمشيو عاود يسرقوا التليفونات ينصروا بنادم. اكثر ديك التليفون كانوا في اللوز شحال الانترنت وهادي عاوتاني دائما كان فيها مسرقه وكانوا كيسولوا بالثمن كان هي طيار عاوتاني. وعاد بنادم مبلي باسطيات السكره السيليسيوم خايدك السيليسيوم في الدم كتعرف شي ميكرو. المهم كارثه كارثه عظمه. واخا كيسرق يا خو كيدي الفلوس ولكن كيمشيو له غير فيما يدكدك الحياه ديالو ودكد الصحه ديالو ما كاينش رباح ولا هادي يعني هادي هي التريكه. وهذاك الشخص اخو اللي معاه عاوتاني حتى هو عاو يما ولا خوته عاوتاني غير بلا ما نقول الحومه المدينه قديمه عاوتاني عاود الدرايب يا يما كتكمي الشيشه وكتكمي الشقوفه داك كيف وخوتو عاوتاني كتضرب باسطيات كيف غيكون عاوتاني هي التربيه اخوتي اللي كتفسد الانسان وهي الاسره. الاسره اللي كنفكها ومدقدقه كيفرخوا لنا بحال النا بحال هادو ملي كيخرجوا للساحه يعني من الواقع كيدقدقوا عباد الله ما كاين لا رحمه لا والو داكشي باقيين دابا اقسم بالله لان دابا باقي هادشي هذا. والسبب هي الاسره، هو الاب والام كيكونوا مفركلين ومفلسين ومدقدقين وما فيهم يتشاف كيخرجوا ولادهم هايده بصح ما كانوش يعملوا هي ولادهم ماشي ما قدش تربيهم. انا ما نقولكش ما قدش يتوكلوا وتشربوا لا، اللي انت ما مقدش تربيهم ما تخرجهمش يا اخي ما تولدهمش الصراحه الله هي هادي هي الحقيقه. اما الماكله والرخص في يد الله ناقصنا التربيه فقط. المهم قام مع بعضهم المواطر قدر امور السرقه ديال المواطر مر السرقه ديال التليفونات وكذا. المهم دخلوا تا هما عاوتاني مع عاوتاني فلوس سرقه وهذيك ديما كيشوف حوض الحرام كيشوف الحرام تا هما مشاو في الرضومه عاوتاني تا هما داك يعملوا الرضومه الكوكاي قال لك غنفعوا انا هذه وصلوا الرضومه باش كيزيد يا خو يسرق. حسن 2005 كانوا ديك الجهه دما لاباطا كيدوروا تما على الله جا شي موتور مطرف شي حاجه هايده. وكان شي ساعه نقول لك كان شي يعني كانت الشتوى يعني كان داك الشهر ربما شهر واحد ولا جوج. وكانوا بديك هما كيطرفوا ديك المواطع اللي خاوني هذا لا طرف شي كريسي اي حاجه كيعملوها كريسي اللي جات ترك ما كيفلس. المهم هما كيقلوا على المواطع السلعه ديالهم هي الموتور ديك جهه مع لاباطا كيدوروا تما هيدا. هو يشوف واحد بواحد الموتور مع شي عائله مع شي عائله وقف الموتور يا خور ربط الموتور رويده الموتور بالسلسله ومشاو ديك العائله باش عاد يهودوا شي زنايق تما في شي خلا تما. المهم هما يشاو داكشي جاو كيجريو بغير يكون الموطور باش يدفعو يديوه كيجبرو عندو رويطه قدام فيها السنسله كيهزوه يعني كيهزوه هكذا بيناتو كيبقى يديو على رويطه واحده ماكتعرف كيف داكشي سمع يا خو باقي ماشي بعيد سمع موطور ديالو جا كيجري موطور موطور جبد تا هو مضى لأن تا هو كان بيرو عاوتاني جبدهم داخل جبدهم مضاوات. المهم عطا يا خو شي ضربه للراس بالمقلوب دوخو طاح في الأرض طاح في الأرض هنايا عاجاتو مسالمة على فتشوه داو له السوارز فتحو ديك القفل السنسله وعاد داولو شي فلوس وعاد داولو الأم كدا. وفي نص الوقت عاد ديو تا ديك العايلة عاد ديو ديك العايلة يطرفوها شي خاص رفعينا وعايز كرفسو عليها وعاد يخليو كلشي تما وعاد يسلكو في حالهم دوك الموطور. شو لا جريمة دابا كيفاش عندنا شو لا جريمة. المهم بقات الأمور هايدا هادي هي الكارثة اللي كيطيح فيها بنادم شحال من صار كيبغي يسرق ملي كيطيح في عايلة كيرتكب الجريمة ديال السرقة والكريساج وكيدخل تا في اغتصاب وبزاف ديال الأمور. المهم تروس الدنيا ناضي اخر مضوح لان ديك الدراري الرصيد وخاتو وعاد مضروب كدا الامور اللي غادي يوقع. قال لك شني قال لك الكوميساريه البوليس كدا قال لك لا ما يمشيش للكوميساريه حنا تمشيش للكوميساريه اذا نعمل شي حاجه تهو في كرسي العجينه. المهم العائله ملي مشى معاهم للدار العائله تاعي كتعاون مضروبه فيها الاثر الدار تاعي مضروبه مكارب شعر هذه في الدار شكاين ما شكاينش اللي واقع شني كذا الكوميساريه قالت لهم يعني اختصبوها كدا داو الكوميساريه شنو وقع لك؟ قال لك واحد جوج داوني كدا وهادي تكرفسوا عليا كدا وهادي فايق جات مالاباطا جات ماربي ديك الجهه وكيفاش وصلتي تما كيفاش شنو كنتي كتعمل تما؟ قلت لهم يا بدي قلت انا يعني ما عندنا ما تقوم لي زيرو قلت لهم انا واحد الولد شكون هادي الولد؟ قلت لهم فلان كتعرفوا يعني شحال كتمشي معاه وكيفاش هادي الولد داك تما وهادي؟ قلت لهم يا بدي هذاك الولد ما عندنا دابا مشكله كبيره هي العائله قاصر هذه هي المشكله العائله باقي 16 عام ولا يعني كتعمل لها 16 عام قاصر
وهذاك الشخص عاوتاني علاش ما بغاش يمشي يتشكى، لانه خا داو له الموطور وتضرب ما بغاش يمشي يتشكى، لانه يدوك يديك العائله كديها صحه صحه كديها. وهذيك العائله في الطريق ملي شافها الطبيب وداو لي مش عارف انه واش تكر في كيف تكر في سواج وراه تكر مش عال هادي يعني، وعاد فيها شي ضربه مخيطه عندها في الدزيره مخيطه. ملي صخصها الامر قال لك انا هذيك مول الموطور اللي كديها معاه هو صاب له ضربه كديها صح كتخم منه وعند العلاقه معاه وداك الشيء روين عليه اخو باش الكوميساريا الصباح المخزن نمر عايش برا عايش برا. هذاك الشخص اللي كان كيدير العائله قصير اللي كيمشي معاها وعنده العلاقه معاها وكيتكرفس عليها خلاو دوك الجوج هيدا فهمتيني يا خو متداوي عاوتاني صافي يا خو ما عنده ما يجب انا نمشي ديك داك شكونوا هذوك ما نعرف كي علاش ديتي تما صلاح هو اللي مجرم صلاح انا هو اللي مجرم واللي مكرف ديك العائله هو اللي كيكريسي هو اللي يعني هو اللي كيدي ديك العائله بحال اللي كتطفاو كيديها صح ام شحال هادي وكيهددها وهادو صلاح له عنده معاه وصخروا ضربه وخيطات يعني هذه هي الكارثه العظمى. شو ربي عاود كيفاش كيفضع الانسان ولو بحداحين هذا المجرم هذا مجرم هادو كيصلط مع ربي علاه لان دائما الانسان المجرم طاغي ما كيخافش من الله وكيصلط على ربي وشي قام اختار منه ما كيخافوش من الله مجرمين طغيان عاد يختار منه سبحان الله كل حقار كيجي من الله حقارو. المهم هذا هو المشكل اللي طلع عليه الحال طلع بخمس سنين ديال الحبس هذا الشخص هذا لان يعني العائله قصير واغتصاب ومزناق غير من هادو كدا وياخري تما دخلوا عاوتاني زعما شكون هما اللي معروفين شي يعني ما معروف شي هو كيقول مثلا عاقل على شي واحد بحال شي يعني بحال شي واحد اللي كتكون بلينا هنا قديمه بحال اللي عارف وجوه بحال اللي كذا وهذه يعني بقى مصور الكاميرا ديالو في العقليه ديالو فقط فهمتني. ولكن هو جاب فراسو طلع الحبس خمس سنين خمس سنين ديال الحبس ياخرين بقاو العمل ديالهم السرقه ديال المواطر سرقه ديال التليفونات الباسطيات الخبابر ما هذا الشيء كان السكره والامور حتى هما عاود العائلات واللي جا مي فيلا حتى كتعرف الامور بقى الامور ديال ما يدك عاوتاني حتى 2009 2000 ولا 2008 عفوا حتى 2008 2008 يطلعوا من الحبس على السرقه تي موتور ضربوا شي واحد عاوتاني بغا يديروا الموتور وديك الواحد ما عرف كيفاش عاوتاني كان صحيح عليهم حتى هو جبت عاوتاني شحال حياه الجوكر ولا حضر المخزن المهم تشبروا طلعوا من الحبس بالسرقه ديال المواطر والكريساج. المهم ما اعترفوا غير بهذا الشيء هذا يعني بزاف ديال المناتيب بزاف ديال الامور بزاف ديال الضحايا ولكن اللي عطوهم هما عطوهم 3 سنين ديال الحبس هي اللي عطوهم جوج بهم عطوهم 3 سنين ديال الحبس طلعوا الحبس ملي طلعوا الحبس طلعوا على نسات فيلاج يا خور كنت تبارك قلت لكم ديك 2005 ضربنا شي حاجه التسفيله وكانوا طالعوا واقيلا الواد الاول كنصردوا الواد لا طردوا نتراس في شي موطع. المهم هادو بقاو هنايا وعاد الدور ليا حتى هما يطلعوهم من الحفل اللي في هذاك الشخص هذا بعد تلاقاو تما مع عرفتو مع طنجاوي اكاداس مع طنجاوي مع بعضيتو مع ولاد سيطواني مع بعضيتو كما من ولاد بلا بلاد مدينه وكدا عارفين هو فلان كاع هذيك بقا يدور مع بعضيتو ولكن هما ما عارفينش هذاك هو اللي وقع له مع المشكل هو ما عرفهمش واخا كيقول انك يعني كيعقل شي واحد منهم ربما قال هذا ربما شي غريب عليا ولا هذه كتعرف ملي كيبقى يدور العقليه ديالو ولكن بقى زايدك بقى الامر عندك علاش مشبري علاش كذا لا هيدا هي الدبزه هي كذا علاش كذا الامر. المهم عاد يخرج هذاك وعملوا العلاقه معاهم تعرف عارفين مع باطيتهم عاد يخرجوا عاد يخرج الاولي ديك اللي هو اللي الموطور هذيك ديال العائله عاد يخرج. المهم عاد يروحوا ياخذوا الحبس ديالهم عاد يخرجوا عاد يخرجوا في 2011 يعني يخرجوا 2011 مع العالم العربي كان مرون ديك الساعه داك على الحريره تونس الحريره ديال ديك الخراب العربي قال لك الثوره قال لك هاي لا لا قال لها روينه كتمرونه. المهم خرجوا في هذه الفتره هذه مع عاوتاني كانت عارف الامور حتى المغرب كيدو كيبغي يادي ويا ربي يحفظ الساعه داك داك الحريره ما كنبغيش نسميها ديك الحريره هذيك ما كاين حتى شي حاجه منها. المهم خرجوا عاوتاني شنو كاين الدرايم هنا وقع الكريساج يخرجوا يكريسيو يكريسيو بنادم وفي نفس الوقت عاد يقلبوا عصارة الشخص هذا وعاد طاف عليهم واحد الشخص ياخر مر بها بهم عاد بقى يكريسي كيكريسي مع هذيك الايام هذي كان عاوتاني التليفون ولا عمل عمله خاصة التليفون الاولاني اللي كان مشهور هو الاولاني كنقولو هنايا خلينا العطا التفاحة لا تا ياخر عاوتاني اللي هو سامسونج هذاك دو كان جالاكسي كان توا شي حاجة عمل عاوتاني بوداع. المهم كان هذا هو الكريسي اللي بدا مبقاش يكريسي التليفون بقى التليفون كيصرات على الامور الجوطيه غير هيدا صافي شحال خير هيدا كصبر الطبيعي هنا من هيدا شي الغبره الغبره هذه هي الامور. عندي واحد المره كيما ما عرفتش كيفاش كانوا جالس شي موسيقى ودي شي شباب عطيتهم مدبرين ضربين شي ضربه وكانوا كيهضروا الهضره كتجيب اختها توطوا الهضره مع لاباطا انا كنوقع لي واحد المره والعائله كذا وحجوج يا اخي عاوتاني بحال اللي فطنوا انه هما كذا هذه والهضره قالوا لي فاس مات حنايا اللي كنا عملناها لك فلاك كيفاش حنا كاع هذا وش مخص
ناخذوا بالدبزه مع بعضياتهم. هذاك اللي هو ولد البحري هذاك هرب، اللي بقى هو داك الشخص اللي خلي كيسكن مدينه مع داك الشخص اللي كطلع لحد جوار ديك العائله، شمخوا مع بعضياتهم الدبزه اللي خرج بالسلاح، ياخذ بالسلاح كاع على الشفاري والمواس وداك الامور، شير عليا شير عليك ورجو الزنقه روينات جوقه بنادم. المهم ياخر عشيره واحد الضربه وعادي يطيح يقتل ياخر. شكون هذاك اللي هو كيسكن في المدينه عاد يقتل داك الشخص اللي كان جالس هو دولو الموتور وصابو الحبس على ديك العائله، قتلو قتلو. صباح ياخر طلع الحبس، طلع ياخر الحبس. والمهم الكارثه هي دابا كاملين بهم داخلين العالم ديال الاجرام، يعني كلشي القاتل والمقتول من النار، هذه ما كاينش تخرج، لان داكشي كامل داخل في غضب الله. كنقول لك هذا هو العالم ديال المخدرات والتسارات، هادشي اللي عتشوف منه ما عتشوف منه حتى شي حاجه، انا كنعاود هادشي هذا كنقول لك الانسان اللي كيمشي في الطريق ويدخل مع العالم هذا هادشي اللي فيه، ما فيه حتى شي حاجه. الحبس تقتل فقط، اما تقتل او يقتلك هو الحبس، او تينا الحبس والتشرد، وعاد الصحه ديالك كتمشي وعاد كتبقى عايش حياتك كامله قدام على البزنس اللي كيبيع البورصات في الحوم او اللي كيبيع الباسطيات. هي الهدف ديالك الواحد والاخراني هي خدام على البزنس فقط، من اي حاجه، مشي ساعه مشي كريسي مشي سرق وبيع وجيب الفلوس، اخر ديهم البزنس اللي كيبيع البورصات او اللي كيبيع القرقوبي او الحفاري الشيشه والشراب وهذه يعطيهم لهم او كذا. هادشي اللي عاد هذا انا ما خدامتي، حياتك كامله كتكون خدام على هادشي هذا فقط، شي حاجه اخرى ما كايناش. وفي نص الوقت اللي جابتك اما شي عاهه مستديمه اما الحف كونديناه واما زينه شي جامع المنصوره. هذا هو اللي كنركز بزاف على الجنس الصعيب، ما يدخلش في هذا العالم ديال المخدرات ابدا، وخا يكون اللي كان وخا يكون اللي كان. المهم هذاك مات ياخر طلع الحبس، هذاك مات وياخر طلع الحبس، ياخر حكموا على 30 عام ديال السجن، يعني عنده الصوابيق الاجرام وهذه. وهذاك المكان يعني الامور تاعك عرب اماكن ديال الشيشه وديك الاماكن يعني تكاس على حد، لان الحب تدخل حتى في الشارع، شارع استراتيجي، شارع محترف، في اماكن تجاريه، في المتاجر، في كذا كيدخل في اماكن كتبارك شي محلات، شي زناقي عاون بعادي، يعني على حساب حتى المكان كيدو العقوبه ديالو عليه، اي جريمه وقع في شي مكان، حتى المكان كيعطيوها الحق ديالو، هذه داخله في القوانين. المهم دابا كنركز انا على علي ولد البهري، صاحبو اولا هذوك راه واحد مات واحد طلع الحبس، يعني اخر 2011 ولا 2012، راه فقاش عادي اخر 30 عام راه رامي جبد فيها. فهمتني؟ المهم بقى ولد البحري، ولد البحري شني عاد يبقى يعمل عاوتاني مبلي، رجع لالين كيقلب على بكليتات، بكليتات مبقاش يجيهم الفلوس، غيمشي للمواطر، المواطر بوحديتو صعابين، شني عاد يعمل؟ عنده العائلة ديالو في البادية، عنده العائلة ديالو في واحد البادية خارج طنجة، غير هنا خارج طنجة، عنده العائلة ديالو تما، المهم العائلة ديما، العائلة ديما. المهم كيطلع تمايا يعني مش غاتعرف، لأن هو باباه ما كاينش، يما حتى هي عاوتاني يما بوريا مراك كبيرة ومريضة ربما كتميتها في سرطان ولا هادي، خوتي آخر ما كيعرفو حتى فين هما هادوك البنات، جوج خوتو بنات ما كيعرفهمش فين هما مرة، خا هي خور الصغير هذاك عاوتاني تا هو هداها لا عمال ما عاد سمعت عن البادية، البادية يعني ديما هنا خارجة طنجة، عاد جلس تمايا كيعرف بعض بنادم عاود السوق كذا هادي الهضرة عندي عندك هنا شني عاتبر له عيبينه نتاع الناس سمك. واحد النهار منات نهضت من الناس كتجبر البقره ما كايناش، شكون دافع مشات فين مشات ما نعرف، فهمتيني البقره مشات. المهم امور هيدا كيبحثو شكون فحتاج هنا فحتاج هنا والو لا اثر. المهم عاوتاني ما كاينش شي عقايس واحد السيمانه ولا شي 10 ايام مشى العجل مشى دار اخرى، بدا كيمشيو يعني الناس كتمشي للكسيبه ديالها، اللي بيحطوا البقره بيحطوا العجل، اللي مشاو لجوج الغلمات، اللي مشات مشاو الجديه، اللي مشاو الحاوله غير هيدا. ولكن ملي كيلاحظوا ما عمرك كنا هادشي في هاد الشهر هذا، حتى جا ولد البعري ولد فلانه، يعني ولد رحمه، يما كتسميها رحمه، كتقول ولد رحمه أو ولد البحري. المهم الكارثه هو عاد تجيب عاوتاني شي واحد يقول لهم يا ودي حنا ما عمرك كنا شي حاجه من هنايا الا تجا ولد فلانه. هاد ولد رحمه أو ولد البحري هو اللي جن هنايا عاد كيتسرق هادشي هذا، عيعسوا عليه عس اليوم عس غدا عس اليوم عس غدا، واحد مرة عش بروقيط تي واحد جوج المعزات محضر، واحد مرة درويشة بورية عيط مع راه جوج المعزات هي اللي عندها بورية كتعيش بيهم عاد يديهم لها، وفي نص الوقت عاد يضربها شو الحقار على مرة كبيرة وهادي عاد يضربها فهمتيني، عاد يهرسها من رجلة وشي دفعة وشي هادي. المهم جاب الله شي واحد ما تعرف كيفاش طلع تمايا وشاف ديك الأمور هادي وحيح الدنيا وخرجوا له بالهراوات وشبروه وقدموه للجهة الضربية وطلعوه من الحبس. شوف الأمور كيف عاملة، طلعوه من الحبس. المهم
طاوع عاوتاني شفت 3 سنين ولا 4 سنين ديال الحبس، انا ضربت ديك المره كبيره هرسه وهادي طاوع شي 4 سنين ديال الحبس، ضرب الحبس خرج، خرج عاوتاني فوق اخر اخر في 2017 خرج. في 2017 شنو تنقول لكم، انسان مبلي مخدر، انسان مبلي مخدر راه ما كيتوبش من الله اخوتي، راه مستحيل انسان يقول لك انا توبت من الله او انا بقيت كنعمل كذا، راه كيكذب عليك، راه صعوبه باش تباع الانسان هادشي هذا. انا كنشوف الناس راه هما كانوا عندهم ملايين بصح الفلوس ملايير، صبحت عندهم حتى درهم ومكانترين ومشاو تسجلوا في المؤسسه اللي محاربه الادمان وهذه، وبدا كيعطي لهم ميتادون، بدا كيعطيهم شي دواء وشي هذه، وما عاد باقي كيعمل داكشي هذاك، وعلى بالدواء وعلى كيعطيو ميتادون وكيعملها، يعني داكشي صعيب، يعني مصيبه عظمى، عاد حياته كامله كيعمل الدواء، ما راه كارثه عظمى، واخا نعمل شي حنا داكشي كيلعب فيه، اللي خسر هي الهيروين والبازين، البازين والهيروين راه صعيب بزاف الانسان اللي كتدخل فيه، وعاد دابا زادوا البفا وزادوا المصيبه، راه كارثه عظمى، وهادشي هذا كامل كيدخل لاب حتى على في العمق الحقيقي ديالو، كتجبر حرب بيولوجيه داخله في هادشي هذا. لكن اعداء الوطن واعداء العروبه واعداء الامازيغ واعداء الاسلام اليوم كيحاربونا بهذه الطريقه، لان الصواريخ والقرطاس ما كيعمل حتى شي حاجه في هذا الوقت، ولكن الامور ديال المخدرات والامور ديال الصيدا والامور ديال الامراض الفتاكه والفيروسات، هذا هو الحرب اللي واقع في هذا الوقت، هذا اللي بدا خصو يرد باله منه، هذه الحقيقه خصو يقسم بالله، حنا واقعين في واحد الوقت راه صعيب بزاف بزاف بزاف. طلع الحبس عاوتاني، المهم عاد يخرج عاود نفس المنظر، عاد يرجع عند داك الشهر، يعني تما راه صحيح على ان المدينه طنجه ما يقدرش يهودها، يعني ما يقدرش شي مدينه اخرى يقدر يعيش فيها بصيص من بلي طنجه ما يقدرش يهود لان عنده المناتب فيها وبنادم كذا، رجع عند داك الشهر وخا سرقوا تما وهبرقوا وهراوا وهادي، رجع تما لان الشهر ديما وتما عنده بعض العائله ديالو، رجع تما ورجع كيصلي وقال لك تامن الله صافي خصو يجوج وخصو كذا وهادي، ودبروا له واحد المراه وجوجوه الله على وعسى يعمل عقل وسكن تما، وبدا كيخدم تما عاوتاني في شي مطعم هايدا كيعدلو شي حاجه ما نعرف كذا هادي، المهم شي حاجه نعمد الله جور شي حاجه، المهم كيخدم شي حاجه باش ما يبقاش يعني، وصافي دعوا عليه النظر الله عمر سلعه الله عمر سلعه فقط، ولكن الناس عساسين عليه عساسين عليه، ولكن بقات الامور هايدا عاوتاني، وسبحان الله العظيم عمل بنو رزاق ربي وليه ومن بعد بنيته ومتبس وهادي وسكات، لان كان جات كورونا عاوتاني قال دخل خارج حتى حاجه، مور كورونا عاوتاني فحال ما كاين والو، متثبت خانا عساسين عليه ما ترقينش عليه طاق على الله، ولكن ما كيعمل حتى شي حاجه حتى حاجه. المهم جا مور كورونا الخدمه اللي كخدم فيها ما كاين منها حتى شي حاجه، الازمه الروينه من عندهم جالس هادي عاوتاني، هو الدنيا هانيه مراته نظروا المشاكل مع المراه عاوتاني مع الازمه مع الروينه مع الغوط مع هادي، المراه عاوتاني هزات ولادها وهربت من الدار ديالو عند عائلتها عاوتاني، المهم المشاكل روينا هادي طلقوا طلقوا، يعني بقى عاوتاني في الشارع عاوتاني كيهاود المدينه عاوتاني هنايا، ما تعرف كيفاش عاود اتصل مع شي واحد عاوتاني الدبزه عاوتاني عاود طوا شي ضربه الراس صردو خيط طلع بحالو في الشارع عاوتاني، لان هنا في الشارع دابا عنده فين يمشي، هنا في طنجه ولا شي حاجه بعدو فين يمشي، يرجع عندك الشارع عاوتاني يريح ريح، مسكين كتاسف له الناس شراو له الدواء، الناس كيقابلوه مثلا كدا لان عام يعني ولد فلانه وهادي وعامل عقلو الدنيا هانيه، بقات الامور هيداك بعد بقات الامور هيدا، دبروا على الخدمه عاوتاني كيخدم هيدا في شي منطقه كيتسمنا شي مؤسسه كتسمنا باش يخدموا فيه في البنيه وديك الامور، عاود قال لك شغل هي عاوتاني، ولكن الناس عساسين عليه، هنا شنو غادي يوقع عفوا اخوتي، هنايا عبقى عاوتاني الكتيبه ديال الناس كتسرق، مشاو بعد الحواله وما يموطاني كذا، كاين بنادم كيخرج يرعى كيعمل هيدا وكيغفل كيما بعد الحواله ما كاينينش، مشاو فلان عساسين عليه كاين، يعني بخا يبغي يرزقو فيه ما كاينش، راه هو كاين هنايا كان معايا كيفاش عيدني، يعني عامل عليه الله ركع عساسين عليه، يعني الشهر وقع له صار الراس ديالو كل مره كتسرق حاجه، مشى العجل عاوتاني مشى البقره مشى واحد الكايدر شي واحد مشي كايدر مشى له الحواله والامور صغار مع الكسيبه دابا غاليه وهادي، ما كان هي طيار موطع دير كيمشي يسرع كتعمل كتجبر جوج الحواله ناقصين كيف تسرقوا ما نعرف، كارثه هما حساسين عليه بصح حساسين عليه، ولكن كيجبروا هو ما عمل حتى شي حاجه ما عمل والو، كيف السرقه هي السرقه كيعطوا الفرقشيه الفرقشيه واعرف السرقه ديال الكسيبه، ولكن هو حساسين عليه وما كاين حتى شي حاجه. المهم شي واحد تسرقوا له بعد الحواله في المطاع اللي كيرعاو فين كيرعاو، بدا كيفتشو فتش يامات فتش العائله ديالو فين هما، مشى عمر براس عندك تخرج هذه هي كيفتشو فتش اليوم وفتش غدا فتش
المهم تعال يورد ربع الحور مخبيت على واحد القنطره مخبيت على واحد القنطره. شو دابا كيفاش الامور كيف كيتسرقوا وكيتخبعوا وحتى كتهناو كيجي المركب كيهزهم وكيديهم. هذه اللي كتسرقوا في الخلاف مطاني كيمشيو الناس كيرعاو هذه كيسرقوا من تما. ولكن هو عساس على ما عمل حتى شي حاجه حتى حاجه. واحد متشار كان مطور قالت له ورد رفقي. هذا ورد رفقي هنا العقل ديالو قال بالمستحيل يجي البراني مثلا هنا يسرق او يجي شي حاجه ثاني تودوا له شي حاجه شي غالبا ولا هذه ما يمكنش. هاد السرقه هذه ما يمكنش الانسان حاجه كتشيلو من الدار وحاجه كتمشي من الخلا وداك الشيء مدروس وفلا كنعسوا عليه ما كيعمل حتى شي حاجه طاق عليه الله ركض بالصعر كيجيب عنده حتى شي حاجه. هاد ورد رفقي خدم الخدمه ديالو بدا كيشمش بوحديته قدام كيعمل تحت نتا ما غاتنشوا شي حاجه وكيبقاش اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى عاد يفطن بان خلاف الله ماشي ما عنده خدم الله ركع عليه خدنا بالتليفون هو كيريط الدار اللي فيها شي بقره الدار اللي فيها شي عجل الدار اللي فيها شي كتيبه والناس اللي فيها شكون هما وفين مشاو وفين جاو وكيعاد من المافيا الفراخشيه الكبار اللي كيجيو اللي كيسرقوا هو كيبقى بعيد بحال كيعس عليه كيجبره هو ما عنده حتى شي حاجه. اليوم تسرقات كدا هذه الليله سبع شي بقره مسروقه ملي كيبغي يشوفك كيجبره كنقصر مع دريج مع قاصر مع ابو العايش يعني ميمكنش. وكان معانا البارع ولا قاعد يرد البارع هو كان عزيني هو كان كيخدم غير بالتليفون غير بالميساجات التليفون عنده كيعاين الدراري ديالو عاوتاني كان عامل معاهم شي اربع الدراري كل واحد ماين ماشي حتى من طنجه من ديك الجهه يعني مع جهه خارج يعني مدينه اخرى كيجيو كيعيط لهم وكيريط لهم الامور وكيعرف الامور كامله كيف يعملها غير بالتليفون. ملي كيجيو ياخر كيجيو داير قاصدين البرانك يديو لي عيديو كيمشيو شكون ما نعرف شو كيف عامله. هاد الوضع الفقيه هو اللي عمل هاد الخطه وعاقبه ولكن غادي يعوروها غادي يعوروها يعني ما غادي يشبروه شي عاوتاني بشي دليل خصهم يخليوه بالدليل ما يشبروه شي بالدليل عاد يمشيو حيحوا عليه روينه الداخل روينه الجدر ميه البول عاد يبحثوا مع جرم ما عنده حتى شي حاجه حتى حاجه. هذاك التليفون اللي كان عنده خبعوه ماشي تليفون اخر كذا هذه الامور ما عندي تهموني انا كذا كتعدوا عليا كيجبروني كذا وما داموا حتى شي حاجه. ولكن الشرطه ولا الجدر ميه كاين عاوتاني مرغوا عطاه واحد الطعم خلاوه عاوتاني حتى عاد يشبروه متلبسين انما يعني عاش برو يا اخي متلبسين وعاد يجيبوا دوات الشخص هذا غير يجيبوا دوات الشخص هذا ويطلعوا ما حكموه ب 10 سنين ديال الحبس 10 سنين ديال الحد هذا تحكم بها ويخلي حتى هو ما حكمش. كيقول لك شوف الانسان كيفاش كيخدم كيفاش كيعمل ان انسان مجرم في الخلايا ديالو ما عيتوش من الله. الانسان اللي مجرم راه مجرم خاصه اللي كيستعمل المخدرات وخاصه ايضا المخدرات الصلبه الهيروين بازي راه كارثه عظمه باش عيتو من الله ودخلوا لدارو وتعامل معاه وشكلوا وتشربوا راه كارثه عظمه. لهنا هي المشكله اخوتي اللي كنقول لكم العالم المخدرات سبعد منه ابدا ولا توصل له. وعاد ملي كتشوف دابا كتجيب بزاف ديال السجناء اللي ضرب الحماسات اللي ضرب 30 عام اللي ضرب مؤبد 10 المحدد اخرى اللي ضرب 20 عام اللي ضرب 15 اللي ضرب 10 ولضرب 20 خرجوا من القنوات وسموا بعضيتهم انهم هما سجناء تائبين. يعني انا سجين تائب شنو تائب؟ تائب خصك تتوب مع الله بينك مع الله تعمي عرفك جلس مع عقلك ومع راسك بينك مع اللي خلقك تقول يا ربي انا تبت اليك صافي هذه هي استغفر الله وتولي له وما تزيدش تعمل شي حاجه اخر لا كيقوم كاميرا ويعمل لك الفيديو وانا سجين تائب نحن سجناء تائبين وكيعاود لك ضارب الحاب دخلت عندي 15 كيلو د الحشيش وخرجت 20 مليون وكنت في الحبس انا الواعر وما كانش اللي كيقحف مني وياخر كيقول هيداك ويبقى يفتخر بجرائع منا كذا مشينا سرقنا ضربنا بعنا وكذا وهم كيفتخروا فهمتيني والناس كتعاطف معاهم كذا هادي هما مجرمين من الاصل فهمتيني من الديبار ديالهم انهم مجرمين. يا خو ملي كتبحث عليه شحال الموتور سرق شحال ماشي سرق الموتور ومشى ضرب بنادم شد هذاك الموتور شحال من واحد خلى بالعله مستديمه شحال من واحد ذاك الموتور طلق مراته وترجت الاسره ديالو شحال من واحد ذاك الموتور ربما كان شي واحد خلى له ضرب شي دوره يتسخر به عملوا المشكل معاه شحال من مشاكل بصح وتجي تقول انا سائب ساجين تائب وانا تبت من الله وانا كذا ونعود ونطلع في الكاميرا ادخل نحي الاليف ادخل نحي الدار وعملت كذا وهذه وداوني السنترات داوني كذا داوني العكاشات داوني كتعود كان وجهك حمار انا جبت شي مفتاح ديال الاندلس جبتينا المفتاح باش نمشيو في الاندلس او جبتينا المفتاح ديال القدس الناس كتهضر كذا وهادي علاش علاش هادو الناس هادو اللي كيتسماو خاصهم يتوضعوا في الخانات ديال الخطر دائما اتونسيون بحال اللي قال السي المرنيسي اتونسيون كمرة علامة لان السجين سابق ولا هادي كيكون خطر كيقول لك شنو تزيد واخا كان تزيد انا هادي وعلاش دخل من الحبس دخل من الحبس على السرقة على القتيل على الضغط على المخدرات ويقول لك انا تزيد خصك تتوب انت كامل تتوب كيف عاد متوبة التوبة التوبة كتكون بينك من الله. اما مثلا تحد على شي هذا خصك تحدو مرة تبرت مرة وتبدلت هذيك المدينة اللي انت فيها وتبدل كل شيء وتبدلت الامور ديالك وتقطع على مخدر كيقول لك انا سجين تائب وباقي كيعمل مخدرات هو سجين تائب
فريق تائب، انا كنقول لهم سجناء سابقين، سجين سابق ماشي تائب سابق، هذا هو احسن اسم. قول انا سجين سابق او السجناء السابقين، ما تائب تائب الاولى، هذاك بينك وبين الله تخليها مره. يعني بغيتي تبقى تقول انا سجين سابق وصافي تعدتم لله وتبع الطريق وتبع الطريق معوطة، خصك اول حاجه بقيت من المخدرات. كيف كيقول لنا سجين تائب وتينا كتستعمل الباسطيات وكتنفع على الغبره وكتبقى سجين تائب، كيف سينا سجين تائب وتينا باقي تهز معاك المضا وباقي كتهضر الحرب دين وملا وروينا وهذا وقال سجين تائب. انا كنشوف هادشي اللي كيوقع في السجون ديال كان الحرب العاد الكلاميه والامور العاوت وهذه، وباقي بنادم كيصرخ وباقي بنادم كيعمل وباقي بنادم كذا، وباقي اللي خرج قال سجين تائب رجع للحبس، ما وعدنا رجع للحبس، كي يرجع بكونديناه جديده، كي يرجع بالكوارث عظمى، كل يرجع للحبس ومات، كل يرجع للحبس ومات في وسط الحبس، لا كارثه تقول انا سجين، هذاك سجين تائب، اتوب لله، واتوب اخي سكت ما عرف حتى شي واحد، صافي ضرب الطم ومشي استغفر الله وبدل حتى ديك المدينه بدلها ومشي دبر على السوق وعمل مره مره، اما سجين تائب ودخل الكاميرا وتبقى تهدى وتولول على كذا وتصب الشلاغه وتقول انا ما عرفتش اني ماشي سجين تائب، انا خليت الناس مورا بعد شحال هادي، اللي طلعتي من الحبس راه خليتي بنادم بوري راه شتتي اسر وبشار وهادي. هادي يا خوتي انا مطولت عليكم، هادي القصه اليوم اللي انا نوضحكم هي هادي. هذاك الشخص طلع 10 سنين راه كيضرب 10 سنين صح، واللي كان عالق قبل من حاول المدينه اللي كنقتل ديك 30 عام راه باقي يضرب 30 عام. هذاك يا اخر عاوتاني اللي عاود الكوارث ديال طلع الحبس، هادي هي الحيز اللي كنعرفو حنا، كنعرف انا من عندهم دخل هذا الميدان ديال الكريساج والسرقه وهادي بسبب الادمان والمخدرات، باقي نفس الحاله نفس الحاله، واخا يضرب 30 عام غادي يخرج نفس الحاله، أكي لا تائب ولا والو، نفس الحال على المخدرات الصلبة راه ما كيخرجش منها بنادم سالم. هذه الحاجة اللي تزرف عليها بنادم الأولاني، حسبوا دابا باسطي الكوكايين عيبازي أو يعمل الهيروين، حسبوا له بحالو بحال شقوفة ديال الكيب ولا بحال طاسة ولا بحال بحال باسطيات، يعني يقدر يبعد منه يبعد منه. جوينتات باسطيات الشرف تقدر تبعد منه، هي تعمل العزيمة وتكافح تبعد منه وربما تبدا حاجة جديدة بحال ما عمرك عملتي شي حاجة. أما تخرج في العالم الهيروين كتقلي واللي باري بومبي أو الرضومة، لا عمرك تعمل شي حاجة أخوتي، دائما تبقى منه والله لا بعدتي منه، والله ما يكذب عليكم شي واحد. صحابنا كنعرفهم دخلوا في هذا الميدان ديال مخدرات الصرف والهيروين، راه الوالدين ديالهم خسروا عليهم 30 40 مليون، زولوا لهم الدم كامل، زولوه الدم الدم زولوا الدم جديد، اللي عنده عملوا دم جديد والله العظيم. دار 15 مشى رجع ثاني كيضرب في القليعة ثاني والكارثة، لا هذه حقيقة راه كيقول لك شي هذيك شي فوسط الخلايا مني ما فوت لها خلايا، غتقول لي انا سجين تائب ولا انا عندكم الله، هاي الدوله هاي عطيه له مثلا الاماكن ديال اللي باغي يتعالج ولا يقطع الادمان، ولكن ما داكشي كيخفف فقط، لا تبعتي الدواء، تبعتي الدواء ديال محاربه الادمان والميتادون، انا راه بالدار بالميتادون بالدابلية بالداهرومين، هذيك راه بالدا كتدخل في المخدرات، شحال واحد كيستعملها هي كتدخل في المخدرات، شحال واحد كيستعملها هي وكيستعمل الهيروين تطرقص له المخ ديالو، دخلاتو في الجلطه وهادي، راه شي خطيره اخوتي. اذا شنو الحل من الديبار؟ بعد المخدرات من الديبار ديالك، من البدايه بعد المخدرات، بعد المخدر نهائيا من البدايه ديالك، شتا تبقى فين تعالج ولا مشي، صافي الزكل ما دخلتي في الامور ديال المخدرات الصلبه، راه الزكل انا كنقول لكم دابا حاليا كتشوف بنادم باقي صغير وكيمشي للمخدرات الصلبه وكيمشي للهيروين وهادي، انا هي اللي كيمكنني دائما كنقول لكم. هي بنادم باقي في مقتبل العمر أولا كنسمى أنا الجيل الصاعد وكيمشي تاول الهيروين والمرضومة وما كيشوفش اللي قبل منه شني واقع له، ما كيتوحد شي مرة، وخا جات غني وتقول له شني كاين ما كاين والو. الله يدينا خوتي، وهادي هي القصة اليوم، هادي هي الحالة اليوم. حنا ديما كنعاودو هادشي في إطار التوعية وإطار أخذ الدروس والعبر، فقط ما كنشمتو ما كنشهرو شي واحد، ما عندنا حتى شي حاجة، أنا بعدا ما عنديش حاجة مع شي واحد، يكون بنادم على بال أنا هو الباشا العمراني ما عنديش العيب مع بنادم، تربي دائما وجهي حمار. هي يقول لك انا كنت معصوم كان لا اي حاجه، انا اللي كان يتعدى عليا وما كيعرفش، كنت كنعمل معاه شغلي عاوتاني، كان عشنا في العالم وهذه، ولكن ما كناش كنتعدى، كنت كندم تاع الناس، ما عمري غدرت عباد الله، ما عمري حسيت بنادم ولا هذاك عنده وانا علاه، عمري الحمد لله. هذه هي الحاجه اللي ربحت في الدنيا وباقي دابا الحمد لله، وشي حمار كنكون في الزنقه ما كانش اللي كينعس فيا ولا شي حاجه، بالعكس اللي كيشوفني كيخصو يدرع عليا ويهضر معايا ويسلم عليا، ولا شي اللي ما كنشوفش كيتاسف لي وكذا الامور، الحمد لله هذه الحاجه اللي هي ربحت انا الدنيا خوتي فقط. هادشي اللي كنوصي بيه الجيل الصاعد، دائما الطريق تسلس بعد منا، الحفاري بعد منو، مشي في الضو اخوتي، شوف الحاجه اللي مزيانه ومشي مع اهل الخير، دائما مشي مع بنادم اللي مزيان حقا، مشي مع بنادم اللي مزيان، بس لا عرفت كنت تينا مزيان فقط، ماشي حاجه اخرى ما كيمشي. وبحال اللي كنوصيكم دائما اللي هي العباده والرياضه وتجميع القرده ودان السير سير تفك الله.